بسم الله الرحمن الرحيم. ده الصمام هون، ده صمام ثلاثي بتاع 7 كيلو اصلا. طبعا حتى الانفذه بتاعته بدات تصد هيا تقريبا، كان في تسريب ميه، قول بقول نفس عشان القصه تفكر هي نفسك في الفيديو برضه. ماشي. نفس القصه. ده طبعا لازم يتغير لان بيحصل حاجه دلوقتي. لو جينا نعمل مثلا تيست دلوقتي على الغسالة باور، هنعمل مثلا تيست اهوت كده، احنا بنعمل تيست اختبار. كل ده طبعا بتختبر جزء في الغسالة، كده ضرب المية. المفروض دلوقتي كده الغسالة هتسحب مية من الجهة اليمين زي ما احنا شايفين كده، مفيش سحب مية نهائيا. يبقى انا عندي الكويل اللي هو الجزء الكويل المتصل من هنا كده بالجزء ده كده، ده الجزء كده عندي تالف، ده الكويل ده تالف، يبقى الصمام كله لازم يتغير. ماشي. هنلاحظها برضو من حاجة تانية دلوقتي، اما التكة هنا في الاختبار، الاختبار الشمال عامل ايه؟ الشمال جاب خد مية، جاب مية. اليمين الكويل اليمين هو اللي عنده المشكلة، فده كده لازم نغير الايه الصمام بتاع الغسالة. طبعا هي 7 كيلو ثلاثي، نادر قوي لما بنلاقي 7 كيلو ثلاثي، لكن هو ايه الموديل ده كان فيه بالدراي، كان نزل كده فترة بالدراي، فعشان كده ايه هو ثلاثي. هنكمل بقية الاختبار. كده هي التربة بتصرف، احتمال سنسور الموتور يتغير كمان، الصوت ده كده جاي من عند الموتور، احتمال سنسور الموتور يتغير. السبب ان الظاهر عندي هنا في نقط ميه اهي تحت جايه منين؟ من عند الكيولات اهي، نقط ميه بتنقط، فدي كانت بتنزل اصلا عند الموتور اهي، حتى اثر الميه بصدى اهيت من الجزء ده، ده السبب اهو. هنجيب الصمام وبعد كده نبدا ايه نشوف موضوع الموتور بتاعنا.